السلام عليكم، مساء الخير للشادي المشاهدين. اليوم بدنا نحكي في هذه الحلقة عن آلام المفاصل. آلام المفاصل مشكلة شائعة جدا، وبتصيب وبتزيد مع الناس في رمضان، غالبا ما بنعرف نتعامل معها بسبب انه معظمنا بيكون معتمد على المسكنات، وهذا الكلام بيكون مش متوفر في رمضان. بداية، التحضير لشهر الصوم في قبل فترة الصيام يفضل أن يكون العضلات المحيطة بهذه المفاصل قوية. ما حصل هذا الكلام وما كان في معرفة بهذه المعلومة، ابدأ من اليوم معلش اعمل التمارين اللي بتقوي العضلات المحيطة بالمفصل. هذا الحكي ممكن يساعدك فيه طبيبك أو أخصائي العلاج الطبيعي اللي أنت بتتابع عنده. قوة العضلات المحيطة بالمفصل راح تخفف في الضغط عليه، وبالتالي انت راح تشعر بألم اقل. كمان لو كان في عندك انتفاخ، لو كان في عندك احتكاك، هذا راح يقل، وراح بالتالي راح يقلل معدل التآكل في المفصل اللي هو بيكون بادي مع ضعف العضلات المحيطة. حاليا نرجع نتكلم عن الطعام، والطعام شيء مهم جدا في حالات المفاصل، وبأثر جدا عليها بسبب تأثير مشاكل البروتينات على زيادة البروتينات على مشاكل آلام المفاصل المتعلقة بالروماتيزم وتراكم العناصر الالتهابية في المفصل. بالتالي احنا بده يكون غذائنا معتمد على المعادن، على الألياف، على الخضار الطازجة، وعلى السوائل قليلة الأملاح وقليلة السكر. فهالشيء هذا راح يساهم في انك انت يخف تراكم المواد السامة في مفاصلك، بالتالي يخف الألم اللي انت ممكن تشعر فيه بفترة الصيام. كتير منا ما بيعرف يتعامل مع آلام المفاصل بدون حبة الدواء. احنا صايمين مش راح نقدر ناخذ هذا الدواء، بالتالي راح بيضطر المريض انه يتعاطى مع الألم او يتحمل لآخر النهار، وفي بعض الأحيان يكسر صيامه علشان يقدر يتعامل مع ألمه. ممكن بعض النصائح، بعض المسكنات الطبيعية تساعدك في انك تنهي المشكلة بدون ما تحتاج للدواء وبدون ما تحتاج لكسر صيامك. بداية استخدم الكمادات بارد او سخن. في الغالب احنا البارد هو اللي بيريحنا، لكن لو ما مش الحال مع البارد بدنا نستخدم الكمادات الساخنة. الكمادات الباردة بتنحط لمدة 10 دقائق على المفصل وبتنشال، ومهم جدا التوقيت فيها. العشر دقائق هاي لو زادت او نقصت ممكن تقلل من فعالية الكمادة او تعكس الفاعلية تبعتها. الكمادات الباردة، الكمادات الساخنة ايضا ممكن تساعد، لكن بمفعول على المدى البعيد اقل، بتساعد في لحظتها، او ممكن تستخدمها لو انت ما نجحتش معك الكمادات الباردة، لانه مثل ما بنعرف اجسامنا مش كلها واحدة وبتتفاوت في رد الفعل. ايضا ممكن نستخدم اللاصقات الطبية اللي هي معروفة جدا عند الرياضيين، لكن انت كمريض مفاصل ممكن تستشير فيها اخصائي العلاج الطبيعي اللي بتتعامل عنده. ممكن في البداية هو يحط لك اللاصق، بعد مرة تنتين ثلاث راح تتعلم انت كيف تستخدمه، بتاخد اللاصق معك على البيت، وانت بتصير تعمل لنفسك الشكل المناسب اللي بريح مفصلك، وهذا الحكي راح يزيد الدورة الدموية عند المفصل، راح يزيد سحب المواد السامة، وراح يحسن البناء لو كان انت جسمك فعليا بحاجة لبناء غضروف عند المفصل. ايضا ممكن نستخدم اللاصقات المضادة للالتهاب مثل لاصقات الظهر، لكن ممكن استخدامها على المفاصل، وهذا الحكي في حال ما زبط معك الخيارات اللي حكينا عنها في السابق، بالتالي انت احتاجت انك انت تاخذ دواء، لكن الطريقة اللي ما بتفطر للدواء هي انك تستخدمه على شكل دهون ممكن، وهذا متوفر بالصيدليات بكثرة، او اللاصقات واللي هي بتكون افضل شوي لانها بتستمر على جسمك لفترة طويلة وممكن تتجاوز نهار رمضان بجميعه وصولا الى فترة الافطار. في نهاية اليوم بتمنى لكم افطار شهي وصيام مقبول ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.